أصدقاء الأعزاء، أهلا بيكم في دردشة فنية. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك وتدوس اشتراك وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. كشفت المطربة المغربية بسمة بوسيل سبب طلاقها من الفنان تامر حسني، وإذا خرجت عن صمتها وتحدثت عن مديرة أعماله مؤكدة إن هي السبب الرئيسي في طلاقها من تامر حسني. ونشرت بسمة بوسيل طليقة تامر حسني عبر قصية ستوري الانستجرام صور لطليقها مع مديرة أعماله هالة عمر، وذلك من حفل زفافها، وعلقت وقالت حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا هالة، ووضحت إن مديرة أعمال تامر حسني كانت سبب رئيسي في انفصالها. وكتبت عبر ستوري آخر على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: كانت السبب في خراب البيت، واحترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك، بالذات لو كان سبب رئيسي خراب بيتك وهدم حياة أولادك. والسبب اللي خلى بسمة بوسيل طليقة تامر حسني تتضايق وتخرج عن صمتها وتقول الكلام ده ان تامر حسني نشر فيديو على حسابه الشخصي على الانستجرام حفل زفاف هالة عمر مديرة أعماله، وعلق تامر على الفيديو وكتب: اللي يسأل عن جهة القرابة بينه وبين العروسة الجميلة دي انا شايف اسئلة كتير، انا هحكي لكم. هي اسمها هالة عمر، عرفتها كانت بنت من الفنز صغيرة من المقاتلين والمدافعين عن تامر على الانترنت، ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري، ومرة رديت عليها وشكرتها، وقال لما سافرت اسكندرية في الوقت ده لقيت بنت صغيرة قوي بتعيط وبتجري ورايا، فوقفت لها وفكرت بنفسها وفضلت تعيط وتقول لي احنا معاك لازم تكمل، علشان كنت بتحارب جدا في بداياتي. فاتصدمت ان اللي بتقولي كده بنت صغيرة كده، والمجهود ده كله اللي هي عاملاه بنت صغيرة عمرها 14 سنة. وقال وقتها كانت السوشيال ميديا لسه بتطلع، وكنا في شركتنا بندور على شركة كبيرة تمسك لي السوشيال ميديا، لحد ما قلت لهم انا مش عايز شركة كبيرة، انا عايز البنت الصغيرة دي هي اللي هتمسكها. فضلوا يقنعوني ان كده مش صح، لازم اكتر حد خبرة يمسكها، لكن انا واثق ان طاقة الحب مفعولها اقوى من طاقة المحترف بلا حب. فعرضت عليها تشتغل معايا وهي في السن ده، فما صدقتش طبعا، ومن ساعتها وهي ماسكة كل شغل الميديا. الطفلة الشاطرة دي اللي كبرت دلوقتي قدامكم هالة عمر. اما بقى عريسها العسل ده اسمه عمر، طلب ايديها مني علشان والدها ووالدتها توفاهم الله، ومن اللحظة دي اتحولت هالة لبنت الكبيرة بجد اللي بتتجوز دلوقتي قدامي، وبسلمها لعريسها بنفسي وبغني في فرحها. معرفتش ارد على كلامك عني في الفرح يا هالة، رديت دلوقتي هنا، ربنا يكرمك ويسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ظهرك وسندك ويكمل معاكي مشوار حياتك واولادكم الجمال باذن الله. ده الكلام اللي كتبه تامر حسني، وهو ده اللي ضايق جدا بسمة بوسيل وخلاها تكتب الكلام ده على هالة عمر.